كرع سيدتي وكل الناس بالعالم العربي كله، وإن شاء الله الأعياد يكونوا فعلا أعياد على 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 العالم العربي بشكل عام. نانسي عجرة، كيف حالك؟ إن شاء الله نكون دائما كنا نزرع البسمة نزور مع الناس، وإن شاء الله نكون وجهنا خير عليهم. شكرا يا جنوي، سعيد عليكم، يا رب كل واحد يتمنى حاجة يحققها إن شاء الله. طيب وخير، ويا رب تبقى سنة جميلة علينا كلنا في الأمة العربية، وتبقى أحسن من اللي قبلها. كل سنة وانتم طيبين بالنسبة لعيد الأضحى، ونذبح بقى وندي الأولاد هدية هدية. ماجد المصري، شكرا لكم. طبعا أكيد بدي أعيدكم، بدي أعيد كل المشاهدين الكرام عبر مجلة وقراء طبعا الكرام، مجلة سيدتي وموقع سيدتي، إن شاء الله يا رب يكون عيد الأضحى عيد خير وبركة عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية. كلام خير. أنا بعيد أكيد كل قراء مجلة سيدتي وكل متصفحي الموقع الإلكتروني لسيدتي دوت نت بعيد الأضحى، وإن شاء الله هالعيد هيك يحمل معه عن جد السلام، لأنه كلنا بحاجة لهيدا الشيء، السلام الداخلي والسلام الإقليمي. بيارات أطريب، سفيرة برونامل. أتمنى لكل قراء سيدتي في سوريا عيد أضحى مبارك، ويعني الكلام صار مربك بالنسبة لكل ما يجري في هذا الوطن، بتمنى لهم أنه يعيشوا بأمان. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة كل سيدة طيبة، والله يعيد علينا وعليكم بالصحة واليوم والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي وعلى الأمة العربية. شكرا لكم، ألف مبروك، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله الأمن والأمان للجميع إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله العام الجاي تبقى المرأة العربية أقوى إن شاء الله. عيد كل اللي عم يشوفونا عبر قناة سيدتي، واللي عم يقروا بمجلة سيدتي كمان، أنا بعطيهم كتير تحية من نشوى سلطان، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. Thank you لألكم، وكل سنة وانتم طيبين وعيدكم مبارك. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، ويا رب يعني السلام للعالم العربي كله، ويعيدوا أهل سوريا يعيدوا في بيوتهم يا رب إن شاء الله. شكرا لك على هذا، كل عام وانتم بخير، وحق جمهور سيدتي كل عام وانتم بخير.